الاهلي نسعى له ان شاء الله ونجتهد اكتر وبنخلص اكتر، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله تكون السنه دي ان شاء الله البطوله من نصيبنا باذن الله. طيب انا هسيبك تستقبل انت المكالمه دي وقول لي لو عرفت يعني الصوت قول الو بقى. الو اشتغل كمذيع. الو الو يا فنان. الحمد لله. عامل ايه يا فنان؟ ده حمدي فتحي. ايوه عامل ايه يا كابتن؟ اخبارك يا فنان؟ الحمد لله. انت عامل ايه يا حمدي؟ والله الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. عامل ايه كابتن؟ الحمد لله يا كابتن. ازيك يا حمدي، اخبارك ايه يا حبيبي؟ والله بخير الحمد لله يا كابتن. عامل ايه؟ طمنا عليك. لا الحمد لله احسن يا كابتن بكتير الحمد لله. يعني ثلاث ارباع الاسئله النهارده جايه على حمدي فتحي. قلت لهم يا جماعه انا معايا النهارده سامي بس حمدي فتحي موجود معانا يعني. حبيبي اخبارك ايه يا حمدي؟ كله تمام؟ والله كله تمام يا كابتن. طمنا بقى على الاصابه وقول لنا اخبار الدنيا ايه والدنيا ماشيه ازاي والاصابه ماشيه ازاي، يعني طمن جمهور النادي الاهلي عليك. والله يا كابتن الحمد لله، يعني الحمد لله انا بقالي دلوقتي خلاص داخل في الشهر الخامس فخلاص يعني هاني. فالحمد لله الدنيا ماشيه كويس قوي وربنا سهل ان شاء الله الشهرين الجايين دول وخلاص يعني هانت ان شاء الله في نص خمسه كده ان شاء الله. يعني الخطوات ماشيه ازاي يا حمدي؟ يعني جمهور النادي الاهلي كله الحقيقه دايما حتى في ملعب الاهلي او في كل المباريات بيسالونا اخبار حمدي فتحي. اه بنقول كويس وكل حاجه، ولكن بما انك معانا على هواء مباشره قول لنا اخبارك ايه والاصابه اخبارها ايه وصلت لغايه فين ان شاء الله. يعني طبعا ما كانش نفسنا يبقى في توقف، ولكن التوقف ده يعني صح. كل المصابين هيستفيدوا منه بشكل او باخر. والله يا كابتن الحمد لله، يعني انا رحت اخر مره للدكتور، الدكتور يعني طمني قوي قال لي رجلك الحمد لله كويسه قوي، بس هو مأخر يعني هو مأخرني في الجري شويه لان هو الخياطه انت عارف بتبقى صعبه شويه. فهو مأخر الجري عشان الخياطه تكون التئمت بشكل كبير يعني بشكل كامل. وان انا ابدا على طول، يعني المفروض ان انا ابدا في نص في اول اربعه تقريبا او نص اربعه ابدا بقى ان انا يعني اعتبر اعمل كل حاجه، يعني ابدا جري واعمل كل حاجه. هتبدا سهل، هو كان في المفروض في ميعاد بس انت عارف بقى الاجواء دلوقتي والدنيا، فالدنيا واقفه بقى شويه فهنشوف بقى الفتره الجايه دي هيحصل ايه. عامل ايه بقى في اليومين دول يا حمدي؟ والله الحمد لله كابتن، او في البيت قاعد برضه في البيت. ها بتتمرن؟ على خير. بتتمرن بتعمل حاجه؟ مصر كلها بتتمرن. وبقول لك وانت في البيت بتعمل حاجه يعني؟ يا كابتن كل يوم لازم. خلي بالك انت جمهور النادي الاهلي منتظرك وان شاء الله تبقى متواجد لان كان ليك دور كبير خلال الفتره اللي جيت فيها وان شاء الله يبقى ليك دور اكبر خلال الفتره اللي جايه يعني. والله يا كابتن اكيد، يعني الواحد برضه عليه حمل يعني من الفتره اللي فاتت الناس كلها حتى بتقابلني يعني بتحس الواحد ان هو يعني موجود وعايزيني بشكل كبير فدي حاجه بتحط ضغط عليا اكبر فهي الاصابات ما بتبقاش الواحد مستعجل شويه في الحاله دي بالذات وربنا سهل ان شاء الله يعني ان شاء الله خير. طيب كابتن سامي حمدي من اللاعبين الحقيقه اللي اثبت كفاءه كبيره جدا، ولكن الاصابه والاصابه ده شيء قدر يعني. الفتره اللي كان موجود فيها حمدي اعتقد كانت فتره كمان صعبه لانها كانت بدايه الموسم يا كابتن سامي. يمكن هو كان معانا من شهر واحد يعني كان من الصفقات اللي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني يمكن كان من اهم متطلبات رسارتي واحنا كنا مصممين جدا ان هو يكون موجود معانا، لان هو لعيب زي ما اقول ودايما بقول ان هو لعيب بشخصيه النادي الاهلي، يعني روح ومهاره وقلب وكل حاجه كويسه، يعني من الناس اللي تعتمد عليها في الملعب، من الناس اللي تكتيكيا على اعلى مستوى، لما تقول له اي معلومه بيستوعبها بطريقه بسرعه جدا، يعني كان مقدم طبعا مستوى مميز جدا ومن اللعيبه اللي كانت عامله طفره لينا، طبعا هو والسوليه كانوا عاملين ثنائي طبعا مميز جدا يعني، وعاشور كان معاهم ساعتها، فاعتقد ان من اللعيبه اللي ان شاء الله ان شاء الله يعني تكمل، افتقدناها كتير لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه تعوض اللي فاتوا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الفتره اللي متواجد فيها داخل النادي الاهلي وجود الكابتن سامي قمصان اعتقد ان هو يعني يمكن المصري الوحيد اللي متواجد في الجهاز الفني بيبقى له دور مهم جدا يا حمدي. بص يا كابتن اسلام، هو انا بشكر كابتن سامي طبعا على الكلام اللي هو بيقوله ده، وهو على فكره يعني مش شخصيات يعني الشخصيات المحترمه اللي كل اللعيبه بتحبها، يعني حتى انت لو تجيب اي حد او تسال اي حد من اللعيبه هيقول لك نفس الكلام. كابتن سامي يعني من الناس اللي هو قريبين مننا كلنا،
يعني زي اخ كبير لينا، ومن الشخصيات اللي الواحد بيحبها وبيحب يتكلم معاها وبيفتح لها يعني في النادي، ومن احسن يعني والله انا طول عمري بقول كده، من احسن الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها في مجال الكوره يعني. ربنا يخليك. اتمنى له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله ويفضل متفوق دايما باذن شكرا. الله، ومن تقدم لتقدم يعني. انا ما بحبش الحلقه اللي بتفضل كلها طبطبه دي، انا عايز ايه دايما يبقى فيه والله يا كابتن اسلام، ده حقيقه والله. وحضرتك عارف، انا عارف سامي كويس، انا يعني عارف سامي طبعا، وربنا يزيده يا رب. طيب شكرا حبيبي، ربنا يخليك. حمدي من اهم المميزات اللي بيمتاز بيها كابتن سامي، انا عارف اخلاقه وكل حاجه، ولكن بتكلم بقى في الملعب، يعني هل ممكن تلاقيه بيزعق لك في مره، بيوجهك ازاي، بيتكلم معاك ازاي؟ والله والله اقول لك حاجه كابتن اسلام، يعني كابتن سامي من الناس اللي بيقول لي يعني بص، اكتر الحاجات اللي بيقولها لي بتطلع صح، لو قال لي اعمل كذا، حتى لو انا مثلا خدت قرار بيطلع هو في الاخر صح، يقول ماتش كان عندنا ماتش كانو سبورت ده او ماتش اطلع بره اللي احنا كسبنا فيه ده، كان هو كان الفتره دي ماسك هو الكابتن محمد يوسف، فهو كان بيجي يتكلم معايا كتير الفتره دي، اعمل كذا واعمل كذا، يعني بص حتى انا جبت جون الشوطه، قال لي هو كان بيتكلم معايا على طول، لازم تكمل على 18، لازم تخش ال 18، هو من الناس اللي كانت على طول بتتكلم معايا بصراحه يعني. طيب الفترة اللي جاية بقى هتعمل فيها ايه انت كحمدي فتحي؟ والله انا لسه مستني الدكتور، فاحنا المفروض ان احنا هنكلم في تواصل يعني؟ جايين دول ايه؟ في تواصل يعني، بتكلموه في التليفون وبيبقى في تواصل معاه ولا هو لا؟ هو المفروض يا كابتن اسلام ان انا كنت هسافر في اول 4، فهو كان هيحدد يعني، الحمد لله الدنيا ماشية كويس قوي، هيحدد بقى ان هي خلاص يعني الحمد لله الغضروف اتلائم بشكل كامل. فهبتدي بقى الفتره الجايه تاهيل، يعني التاهيل ان انا في الجري وكده يعني. بس دلوقتي عشان الظروف فمش عارفين، فهنتواصل بقى، نحاول نتواصل بيه ونشوف الدنيا فيها. يعني احنا مش عايزينك برضو تستعجل، بما ان لسه الامور قدامنا حمدي، علشان خلي بالك اصل اصابه، انا خيطت برضو غضروف، فاصابه في خياطه الغضروف دي بتحتاج وقت كويس جدا عشان ترجع ان شاء الله افضل من الاول يعني. ان شاء الله. لا خير ان شاء الله، وانا مش مستعجل، وان شاء الله ارجع احسن واقوى من الاول يا كابتن اسلام. ان شاء الله، وكل جمهور النادي الاهلي بينتظرك يا حمدي، وترجع افضل وافضل من الاول، وان شاء الله بطولات كثيره جدا خلال الفتره القادمه. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. انا بشكرك. بشكرك.